معنا من القدس الكاتب والباحث السياسي سيد شلومو غانور. أهلا بك سيد شلومو معنا على سكاي نيوز عربية. سيد شلومو اليوم دعوة لقوات الاحتياط ربما تكون بأعداد كبيرة، رغم أن كل ما حدث يعني هو ليس جانب أمني لكن خطأ بالنسبة للحكومة اليمينية المتطرفة باقتحام المسجد الأقصى، وهذا ما قاله الاتحاد الأوروبي. هل تعتقد هذه المقاربة الأمنية الخالصة هي في المسار الصحيح أم أننا نحتاج إلى مقاربة أفضل على المسرح الإسرائيلي وأيضا الفلسطيني؟ التقييم الاستخباراتي الأخير للوضع الأمني في إسرائيل وعلى الجبهات المختلفة يشير بأن إسرائيل تتعرض الآن إلى موجة إرهاب جديدة، وأنه إسرائيل تواجه وضع أمني جديد يختلف عما عانته وواجهته في السنوات القادمة، ومن هنا يجب اتخاذ الإجراءات الملازمة، خاصة وأن هذه الموجة التي نمر بها متوقع أن تستمر حتى نهاية هذا الشهر على الأقل، أي بعد انتهاء شهر رمضان وأعياد الفصح لدى الشعب اليهودي والطوائف المسيحية، وأيضا الاحتفالات القومية الإسرائيلية بما فيها عيد الاستقلال الإسرائيلي في نهاية هذا الشهر. أي القوات الإسرائيلية ستكون على أهبة الاستعداد، سواء للاستدعاء أم للحضور، فهي ستكون على الأقل حتى نهاية هذا الشهر. لكن سيد غانور أنا سألتك عن هذه المقاربة الأمنية الخالصة مع كل أخطاء هذه الحكومة اليمينية المتطرفة، ورأينا اقتحام المسجد الأقصى انتقاد حد الاتحاد الأوروبي، ألا ترى هناك مشكلة بالنسبة لهذه الحكومة وتصرفاتها أساسا؟ ربما هناك تباين في وجهات النظر، ولكن الحكومة الإسرائيلية الحالية، وهنا لا أدخل في أي نقاش، هي تعمل بموجب المعلومات المتوفرة لها واحتياجاتها ومصالح دولة إسرائيل، ومن منطلق الحفاظ على السيادة الإسرائيلية من جهة وسلامة المواطنين وسلامة أراضي دولة إسرائيل. المعلومات فيما يتعلق بموضوع مسجد الأقصى المبارك وما شاهدناه من حوادث خلال هذا الشهر، فطبعا هذا يثير علامات سؤال، ولكن هناك معلومات تؤكد بأن فصائل فلسطينية معينة حائن خارجي، وهنا نقصد إيران، تعمل من أجل توليد النعرات الدينية استغلال شهر، لكن هذا ليس موجود في المسجد الأقصى. سيد غانور هناك مصلين تم الاعتداء عليهم، هو يعني موضوع لا يرتبط بأي من تلك الفصائل. السبب الذي تدخلت فيه القوات الإسرائيلية، وهذا حسب الادعاء الإسرائيلي للشرطة الإسرائيلية، بأنه تواجدت هناك أكوام من الحجارة وأيضا من المتفجرات وسائر الوسائل القتالية التي اعتزم الشباب الذي اعتكف داخل المسجد خلافا للاتفاقات، استعمالها ضد المصلين اليهود في أسفل حائط مسجد الأقصى، أي في حائط المبكى اليهودي، وأيضا ضد المصلين المسلمين، كل هذا لتعكير صفو وسلامة الوضع الآن. من هنا تدخلت القوات الإسرائيلية لمنع هذه الإمكانيات ولضمان سلامة المصلين جمعاء المسلمين واليهود على حد سواء. أعتقد بأن ربما كان إفراطا باستخدام القوة لدى إخلاء مسجد الأقصى، ولكن هذا هو القرار اتخذ من قبل قادة الشرطة في المكان وفقا للمعلومات ووفقا لصورة الوضع التي واجهوها. من القدس الكاتب والباحث السياسي سيد شلومو غانور، شكرا لك.